إذا غالبا نحن نختم دورة علوم القرآن بمناقشة في كتب أو في التفسير، وبنختار سورة يوسف. يوسف بتلاحظوا في البداية إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت، إني رأيت. طب الملك إيش قال في السورة؟ أيوة، قال الملك إني أرى. طب إيش الفرق رأيت وأرى؟ لأنه عدة مرات الملك يشوف الرؤية، يعني تتكرر. إذن إني أرى فيها تتكرر، تتكرر. وعلى فكرة هي القصة نفسها وردت في التوراة، التوراة يعني المزعومة الآن، وردت القصة في التوراة. هي القصة بتكون حصلت، تكون حصلت، لكن لما نضع القصة اللي في التوراة في القرآن ونعمل نوع من المقارنة، نوع من المقارنة، بتجد إنه القرآن يصحح في هذه القصة، وفي أمور حتى ممكن تعتبر من الإعجاز التاريخي والدقة في التعبير. إذن وجود القصة في التوراة، وجودها في القرآن، جيد إنه نعمل مقارنة، مقارنة بين الثنتين. وتسمحوا لي الآن أعطي مقارنة فيما يتعلق بالهدف من القصة، الهدف من القصة النهائي في التوراة. لاحظوا التوراة بتقول، شوفوا فقط لو قارنا بين التوراة والقرآن في هذه المسألة بالذات، التوراة باختصار انه لما بصير سنين القحط وبيجوع الناس، بيجوا ليوسف عليه السلام، هذا في التوراة، وبطلبوا منه الميرة. طيب بيبيعهم بذهبهم وفضتهم. السنة اللي بعدها ما فيش ذهب وفضة، ايش فيه؟ بأخذ منهم يعني البهائم والدواب والأنعام، بيشتروا. هذا اللي عم تحكي فيه لما كان يبيعهم هو يسخل عند الملك على خزائن الأرض. طيب والسنة اللي بعدها، لاحظوا كله يأخذوا اللي من خزينة فرعون. السنة اللي بعدها الناس جائع بتجوع. طيب ما فيش الآن لا فضة وذهب ولا أنعام يشتروا فيها، فبيأخذ أرضهم، تصبح الأرض للفرعون. السنة اللي بعدها ما فيش أرض، ما فيش ذهب وفضة، ما فيش شيء يشتروا منه، وجاع الشعب. شو قال لهم؟ إنه تصبحوا عبيد أنتوا للفرعون. تنتهي القصة، وبتنتهي القصة. إيش يعني تنتهي القصة؟ إيش هالكتاب السماوي هذا اللي بيقولوا عنه كتاب سماوي، اللي في النهاية تستغل سنين القحط لأخذ أموال الناس وأراضيهم واستعبادهم، وانتهت القصة. إذن شو ممكن يأخذوا منها الناس اللي بيعتبروا هذا كتاب رباني اللي هو التوراة الموجودة حاليا، بيعتبوها كتاب رباني؟ شو بيستلموا منها قيم وأخلاق؟ يعني شو بيستلهموا منها قيم وأخلاق لما في النهاية استغلال جوع الناس من أجل تحويلهم عبيد لفرعون وخلاص؟ يعني كائن الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم، كائن جاعل الرؤية على في رؤية الملك من أجل أنه في النهاية يستعبد الشعب، يعني مش من أجل إنقاذه، مش من أجل إنقاذ. بكفي هذه المسألة حتى نحكم على ما يدعونه أنه هو التوراة، بكفي هاي لحالها نحكم انها انه كتاب محرف
وكتبوه في لحظات كانوا مضطهدين فيها وحاقدين على البشرة أصلا. كتبوه، ما هو على فكرة التوراة كثير لو ترجعوا للمقدمات في كتاب مثلا اسمه كتاب الحياة، كتاب الحياة بضع مقدمة لكل سفر من أسفار التوراة والعهد القديم. أنت بتكتشف أنه هذا وين مكتوب؟ بعضها مكتوب بعد موسى عليه السلام 600 سنة، بعد موسى عليه السلام 600 سنة. هم بيكتبوا لك أنه هذا بتاريخ كذا 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 كذا. يوم قلت بدي أدرس في سفر التثنية، هذا السفر الخامس، السفر الخامس من أسفار التوراة، فرحت على كنيسة على أساس أشوف إذا في عندهم تفسير، ففعلا عندهم تفسير، فأخذت مجلد بتعلق بسفر التثنية، فتحت مشان أقرأ المقدمات. وإذا بهم بيقولوا إنه اللي كاتب هذا التفسير كبار لاهوتيين. إيش يعني كبار لاهوتيين؟ يعني مؤمنين ومتدينين، هيجتمع فيهم الإيمان والتدين زائد العلم. كبار يعني علماء ومتدينين، يعني مخلصين لهالكتاب، تمام؟ وإذا بهم بيقولوا في المقدمة، يقول أن الذي كتب هذا السفر اللي هو سفر التثنية، السفر الخامس من أسفار التوراة، أنه من كتب هذا السفر يقال أنه فلان ويقال أنه فلان ويقال أنه فلان، والأصح أنه موسى. أن أصح أنه موسى، الأصح أنه موسى، يعني مش عارفين أنتم لحد الآن مين اللي كاتب. وهذا السفر الخامس من أسفار التوراة مش العهد القديم، التوراة. طيب طبعا أكيد مش موسى. كيف بنعرف أنه مش موسى؟ كيف بنعرف أنه مش موسى؟ لا، في آخر السفر، في آخر سفر التثنية، لاحظوا، ومات موسى ودفنه فلان في كذا ولا يعرف قبره حتى اليوم. إذن مين اللي يكتب؟ كمان مرة، ومات موسى، هذا في آخر السفر، ومات موسى ودفنوا كذا في كذا ولا يعرف قبره حتى اليوم. مين اللي بتكلم؟ هاي واحد. حتى اليوم شو هو التاريخ؟ مين اللي بتكلم؟ كلمة حتى اليوم ايش التاريخ؟ ما بيعجزوا يحددوا، بيعجزوا يحددوا. وهذا مش موضوعنا، بس وجود القصة في التوراة، قصة يوسف، الهيكل القصة يشبه ما هو في القرآن، لكن القرآن يصحح كثير من الأخطاء اللي وردت. وخصوصا مثلا خذوا مثال، خذوا مثال انه في التوراة أخوة موسى يوسف عليه السلام نزلوا على الحمير من فلسطين إلى مصر، يعني بدهم يقطعوا صحراء سيناء وبعد سيناء كمان على الحمير، وبدهم يحملوا على الحمير ويرجعوا. طب الحمار، يعني الحمار ايش بيحمل؟ يعني بيحمل 60 كيلو. انو اللي بينزل هالمسافات الهائلة هاي مشان 60 كيلو رايح، 60 كيلو يحملهن الحمار وهو جاي؟ مش بس بوكلهم في الطريق، في النص التوراتي بقول انهم قاموا من ظهر الحمير واطعموهن، يعني الحمير كانت توكل من اللي على ظهرها. اذا معناته شو بوصلوا هما؟ اما القرآن ايش اشار؟ ايوة واضح، اعطاك مسألة البعير والعير، بشك البعير ولمن جاء به حمل بعير. شوف لما تيجي تعمل هذه المقارنة، ومن الناس اللي قارنوا بين القسطين واضع قوائم في كتاب الظاهرة القرآنية في اخرها، اللي هو مالك بن نبي، مالك بن نبي العالم الاجتماع الجزائري رحمه الله، بيعتقد مقارنة بين ما ورد في التوراة في قصة يوسف وما ورد في القرآن. تكتشف تماما هناك كيف انه دخلوا البشر في الموضوع، وكيف هون سورة يوسف تختلف تماما، واضح انه نبي كريم. هناك بيستغل الناس،
في حين في آخر سورة يوسف هنا ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وين هالصورة هاي الكريمة؟ من الصورة الموجودة الاستغلالية الموجودة في التوراة المزعومة. طيب نرجع للبداية هنا. يا أبت إني رأيت الملك، إني أرى. شوف الملك تكررت الرؤية في التوراة، موجود إنه الملك رأى الرؤية، ثاني يوم رأى، هم بذكروا، لاحظوا بذكروا إنه ثم عاد في الليلة اللي بعدها رأى رؤية تتكرر معه. القرآن عبر عن التكرار بس بفعل إيش؟ المضارع. يا أبتي إني أرى، عم بشوف، عفوا رحنا مقال يا أبتي إني رأيت، رأيت هناك الملك أرى، أرى. ولاحظوا إنه اللي رأى مين؟ الملك. شو يعني الملك؟ يعني لو كان اللي رأى واحد من هالناس إن شاء وتكررت 20 مرة إيش بيعني؟ لا بيعني شيش، لكن اللي بإيده السلطة أن يغير هذه رؤيا، افهمها. يعني كون الحكيم الله سبحانه وتعالى جعل الذي يرى مين؟ الملك. ليش الملك؟ لأنه القضية متعلقة بمصير شعوب. لأن الرؤية كافر المسلم الحقيقة. الرؤية صادقة طبعا، ما فيش فرق بين أنه يعني ممكن يراها كافر ممكن يراها مؤمن، نجيها شوية إن شاء الله. انتبهنا كيف؟ أنه إذا لاحظتوا الحكمة أنه مين اللي رأى؟ الملك. لأنه إذا بدنا نغير ونستفيد من هذه الرؤية، هذه رؤية الملك ثم تتكرر، يجمع المستشارين بيسألهم، يكون الله سبحانه وتعالى قد مهد بالتعارف بين يوسف عليه السلام والسجين اللي كان في حضرة الملك. انتبهتوا؟ من أجل أنه في النهاية، من أجل أن يكون هذه الرؤية فيها إنقاذ شعب بكامله أو شعوب من مجاعة، إنقاذ شعوب. إذا لو كان غير الملك اللي رأى كان ما في أي حركة في اتجاه الحل. لو كان الملك اللي رأى بدون ما يكون في يوسف في الموضوع برضو ممكن ما في اتجاه للحل. أصلا هم قالوا يعني إحنا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وخلصوا أغلقوا الباب. يعني كان ممكن راحت، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى كيف إنه الأمور بتكون تعد ثم يأتي كل شيء في وقته، كل شيء في وقته. طيب بتظنوا يعني مسألة انه يوسف يقول عليه السلام يا أبتي إني رأيت، لاحظوا ما احتجتش المسألة انه تتكرر، ما احتجتش المسألة انه تتكرر. اللي بظنه في هذه المسألة انه عندنا إبراهيم عليه السلام جاله إسحاق، إسحاق جاله مين؟ يعقوب. يعقوب جاله 12 منهم يوسف. لاحظوا الرسول صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة فيما صح انه اول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة ايش؟ الرؤية الصادقة. فكان لا يرى رؤيا الا جاءت كفلق الصبح، يعني ما بدها اي شيء، بدهاش تفسير، واضح واضح. طيب اذا متوقع فكرة انه اول ما تبدأ النبوة في الانبياء ايش متوقع تبدأ؟ رؤى صادقة. هاي بداية ايش؟ الاختيار، بداية الاختيار، رؤى صادقة وتأتي ايش؟ واضحة. طيب اذا كان ابراهيم عليه السلام، لنفترض انه ابراهيم عليه السلام اول ما بدت النبوة رؤية صادقة، اسحاق اول ما بدت رؤية صادقة، يعقوب اول ما بدت رؤية صادقة. الان يعقوب بيعرف تماما انه راح يعقب انبياء، بيعرف انه سلسلة النبوة بتتكون في نسله، يعرف. اذا تتوقعوا انه لما يكون عنده 12 ايش يوصيهم؟ اللي بشوف رؤية يقول يا اولاد اللي فيكم بيرى رؤية بيقول لي، لانه الانبياء عندهم قدرة على ايش؟ قدرة على ايش؟ تأويل الرؤى. لذلك بنجد يوسف من اول ما رأى يا أبتي إني رأيت، يا بوي شفت، يا بوي شفت. انتبهوا الآن،
يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. على طول يعقوب فهم إنه عليه السلام إنه من بين 12 هذا هو اللي بده يتم اختياره وتستمر فيه السلالة، تستمر فيه السلالة من آل إبراهيم ثم آل يعقوب، تستمر فيه سلالة الأنبياء. عرف، عرف إنه ويبدو إنه عرف إنه مش بمجرد نبي، مش فقط نبي عفوا، مش فقط نبي وكمان رسول. منين بنعرف هالكلام؟ منين نعرف هالكلام؟ ايش يعني؟ الشمس والقمر اللي هم ابوه، معناته هو اعلى مرتبة منه. طالما ابوه سجد له من مش 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، طب الشمس والقمر يمثلوا امه وابوه. امه وابوه. طب اذا الاب اللي هو نبي سجد للابن، معناته الابن ايش؟ اعلى مرتبة. ايش يعني مرتبة؟ معناته رسول، لأنه بيبدأ نبي ثم يكون رسول، يكون رسول. فإذا فهم يعقوب عليه السلام أنه هذا مش فقط نبي وهذا رسول. واللي بالكم كل القصة وذهابه إلى مصر ليش؟ هو أصلا معد لمصر، معد لمصر. كيف إبراهيم عليه السلام أخذ ابنه الصغير وأسكنه وين؟ في مكة. وهذا الابن الصغير أخذ إلى مصر لأنه أصلا رسول لمصر، والقرآن نص على رسالته أنه رسول يوسف. فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لا يبعث الله من بعده رسولا. رسولا عن يوسف، هذا قضية مؤمن آل فرعون بعد فترة لما يا صاحبي سجني كان في دعوة. لا، ما هو النبي بدعي لو كان، وممكن هون في اللحظة هاي ما كانش تم اختياره اصلا. ممكن في ناس بظنوا انه اذا كان في ايحاء معناته نبي. لا لا، النبوة وظيفة، وظيفة وبكون عن وعي، يوحاله عن وعي، مش مجرد الايحاء معناته انت نبي. انتوا اصلا في الرؤية الصادقة ما هي ايحاء، ولا كيف انا بعرف المستقبل بالرؤية الصادقة اذا ما كانش هذا ايحاء؟ ولا ايش هذا؟ ولما أوحى لأم موسى أوحالها، ولما أوحاله في البئر وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هو نفسه وهو طفل، وهو يعني قصدي صبي، قلنا صبي ماشي، أوحاله وأوحى لموسى وقال له أني أنا غفرت لك ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. شو عرفوا أنه أغفر له؟ وأوحينا إلى أم موسى أن بشك. إذن قضية الوحي والإلهام نوع من الوحي أصلا، والإلهام مستمر في الأمة. إذا مش كل من أوحي إله معناته نبي، أو مش النبي يعني اللي يوحى إله. لا، النبي وظيفة واختيار واصطفاء رباني، وظيفة محددة المعالم وبوعي، ويأتيه الوحي ويحدد له ما يراد منه، لأنه منعرف قصة موسى عليه السلام لما تم اختياره وين؟ عند الطور، عند الطور. طب ما كان قبلها عرف أن الله سبحانه وتعالى غفر له، قال ربي بما أنعمت، في قصة قتل لما قتل الفرعوني فوكزه موسى فقضى عليه فغفر له، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهير. كيف؟ إيش عرفه إنه غفر إله؟ وحي إله. ممكن ملك يخاطبه، ما هو أصلا الملك جاء وخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر الخطاب والصحابة بينظروا وبيسمعوا كمان، مش بس الرسول، وكان عمر الخطاب بيسمع، باقي الصحابة بيسمع، وجبريل في صورة رجل عليه السلام ويحدث. أركان الإيمان لما إذا ننتبه لهذه المسألة، مش معناته الوحي يعني النبوة. النبوة وظيفة محددة المعالم ووعي كامل بأن الله اصطفى ويوحي. هون إذا
بالنسبة ل يعقوب عليه السلام أدرك تماما أنه هذا هو الولد اللي تم، هذا الصبي هو الرسول القادم، مش النبي، الرسول، الرسول. طيب تصوروا نبي، نبي إيش بيكون عنده إيمان وتقوى لما من بين هذول 12 بيعرف أنه هذا رسول، كيف بده يتعامل معه؟ أنت لو كان عندك زي هيك ها، وأنت أقل تقوى وأقل مش هيك مش هيك، وبتعرف أنه هذا اللي بده يكون المصلح في المجتمع، كيف بده يكون تعاملنا معه؟ كيف بده يكون تعاملنا معه؟ تعامل خاص. لذلك مش صحيح الكلام أنه كان يعقوب عليه السلام يفرق بين أولاده في المحبة، كيف ما بدوش يحبه وهو عرف انه هو، هم بظنوا انه يعني بحبه لانه يعني جميل شكله، لانه شكله جميل، لا هو عرف انه هذا هو استمرار السلالة، السلالة استمرار النبوة والرسالة في السلالة، ليس محاباة. ومين اللي عرف؟ النبي. طب كيف راح تكون مشاعره في اتجاه هذا الصبي؟ كيف راح تكون مشاعره؟ مش راح يقدر يخبي بطريقة أو بأخرى، راح يكون مكشوف لباقي الناس في التعامل مع هذا. كيف حتى لما بده يعامله الآن بده يعامله بصفته إيش؟ إنه عارف إنه هذا رسول، يعامل الصغير لأنه هو يعلم أنه النبي الرسول المختار. كيف بده يعامله؟ أنتوا لو أنكم تعرفوا إنه هذا الصبي اللي ماشي في الشارع هو المختار، كيف بتعامله؟ ها؟ إيش وكيف لما يكون الأب؟ كيف لما يكون الأب؟ فبالتالي إذن مع حرص يعقوب عليه السلام على أنه يكتم على الموضوع، يكتم على الموضوع، ما قدرش يخبي مشاعره بحيث أولاده كشفوا المسألة أنه في محبة خاصة، بس ما كانوش مميزين على فكرة المحبة لمين، لأنهم مش قالوا لا يوسف وأخوه، إيش معنى يوسف وأخوه؟ ما هي المحبة لا يوسف، لأنه هو علم أنه يوسف، بس كيف ليش قالوا هم خلطوا بين يوسف وأخوه؟ على ما يبدو ما هم كانوا بدوا على فكرة، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وجاء بكم من البدو، البدو كانوا بدو. طب كانوا بدو إيش بيعني؟ بيعني إنه مضارب، ما هو كان يعقوب متزوج أكثر من امرأة زي ما بتروي التوراة على أقل تقدير، وكثير بأخذوا من أحيانا بعض التفسير كتب التفسير ممكن تأخذ من معلومات الواردة في التوراة، يعني أنه يوسف وبنيامين أخوه الصغير كانوا هذول أمهم تختلف عن يعني ثلاث أميات اللي جابوا 12، ثلاث أميات اللي جابوا 12 بنيامين ويوسف قال أمهم واحدة. طيب لنفرض أنه أمهم واحدة يوسف وبنيامين، معناته هم شو ملاحظين؟ هم ملاحظين انه ابونا بيضل وين يروح؟ على البيت هذا، فبتوقعوا مين؟ يوسف واخوه، هم مش مدركين انه يوسف. انتبهتوا كيف؟ يوسف واخوه، لانه مين بيكون موجود في هالخيمة هاي؟ يوسف واخوه. فهم ملاحظين اذا اقبال يعقوب عليه السلام على هذا البيت، بجوز كل ما رجع من سفر ولا شيء على طول بده يطمئن على الولد. ما تشفتوش قديش كان خايف عليه؟ ما شفتوش قديش خايف عليه؟ حتى الى درجة اخوة يقولوا له ارسله معنا، مش هيك؟ ليش؟ لانه تصور لما واحد في يكون في 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 عنده اشي غالي كثير، على قد ما بيشعر باهمية هذا الشيء بتلاقيه ماله حريص عليه، فهو كان بيعرف انه هو الرسول، فكيف بده يكون حرصه؟ هذا بفسر حرصه الان، حرصه الشديد على مين؟ على يوسف، وخوفه الشديد انه بلكم خوفه الشديد، خوفه الشديد انه الصبي مثلا يموت ولا ايش بلكم؟ ما هو اصلا اذا بفسر الرؤية بيعرف انه بده يصير نبي، خاف عليه ليش؟ كان خلاص يصير يطلقه يعني انتهى، وين ما بده يروح، وين ما بده يروح، حتى اخوته مش رح يقدروا يفعلوا شيء، لانه الرؤية بتقول انه بده يكون نبي، ومش بس بده يكون نبي وبده يكون رسول، ومش بس بده يكون رسول، وانه الاخوة بظلهم عايشين هم وابوهم
وبقدموا التحيات وبسجدوا ليوسف. بشكل اذا يخاف ليش بالكم؟ يخاف ليش؟ حرص عليه من ناحية مشاعر بخصوص حرص عليه على سيدنا يوسف، وتأدية واجبه يعني انه اب، اما مش بركة مثلا يعني. ما هو قال فيكيد لك كيدا، لاحظوا تنكير كيد، ما قالش شو هو الكيد، لانه شو بطلع منهم ندريش، شو بطلع منهم ندريش. طب ليش على فكرة شو ليش ليش ممكن يكيد؟ ومن يجيها شوية صغيرة فيكيد لك كيدا، لكن هو طبعا اذا كان الرؤية صحيحة وهذا نبي يفسرها انتهى الموضوع. اذا هو بيعرف انه بده يكبر، فليش بيخاف بالكم وبيحرص عليه وبدوش ياي ليش؟ اظن ابو طالب ما هوش رسول، وابو طالب يعني خاف على الرسول. انا اتكلم هنا نبي اول الرؤيا وادرك انه هذا هو الرسول، ومش بس هيك، وراح يجتمع الاب الابوين مع مع ويقدموا التحيات هي التحيات بدهم يقدموها ليوسف. عرف ليش بيحرص عليه؟ لان الرعايه للرساله نفسها، الرعايه للرساله نفسها اكثر منها للشخص. انا بظن في مؤشرات كثير في القصه بتقول حتى لما قالوا له أكلوا الذيب قال مش صحيح، حتى لما حجز أخوه عنده في مصر قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، من يوسف، وأعلموا من الله ما لا تعلمون. شو يعني؟ أيوة هو خايف، هو خايف من فراقه، هو متأكد أنه بده يفارقه، أنه رسول بده يروح، عارف أنه رسول بده، وممكن عرف لأي بلاد بده يروح، انتبهتوا كيف؟ فبده يحافظ عليه لآخر، يعني بدوش يفارقه، يخاف يفقده، انتبهتوا كيف؟ هو في النهاية وانت بكون رسول ممكن بعد ما يصير 40، بس هو الآن صبي، هو بيخاف يفقده، كأنه عنده علامات انه راح يفقده، فبده يأخر هالكلام، بده يأخر هالكلام، فبتلاقيه خايف عليه. وهذا سر اللي بعض الناس بيسأل، بقول طيب ايش يعني كون يعقوب عليه السلام كان دائما وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم؟ لانه لاحظوا، لانه اخر صورة منطبعة في ذهن يعقوب هذا الصبي في القميص، قميص اللي هو يعني لباس البيت، لباس البيت، ما هو هذا ما يسمى اليوم الدجداشة، هذا القميص، هذا كانوا يلبسوه في الراحة، راح. فتصور اخر صورة في ذهنه ايش؟ هالصبي في لباس البيت ما بيعودش يرجع، تمام؟ ممتاز. لقيت امرأة مثلا تفقد ولدها يموت، تحزن عليه، طيب ممكن تحزن يوم يومين شهر شهرين، ماشي، شوي 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 خلاص بتقلف الوضع وانتهى الموضوع. لكن الاشد من هذا انه تكون متأكدة انه ابنها موجود، والصورة اللي في الذهن انه ولد، وقد ما يكبر على فكرة بعدين بظل الصورة الاخيرة الموجودة في الذهن الصبي هذا الصغير، لانه غالبا الحنان الشديد وين بيكون؟ للصغير. تصوروا نفقد الصغير واحنا متأكدين انه موجود، ميكل ولا مش ميكل، شارب ولا مش شارب، بردان ولا دفيان، مظلوم ولا مش مظلوم، وين؟ هذا اللي بيجعل يعني هذا أشق شيء على النفس الأب أو الأم، إنه هو مدرك تماما إنه موجود لكن وينه. لذلك إذا بتلاحظوا إذا ضاع ابن أشد على وهو صغير، أشد على الأهل من إنه يموت، ضاع وانتهى الموضوع، أشد. ليش؟ مات خلص، عرفنا إنه مات وانتهى الموضوع، لكن إيش صار في الولد؟ وين هالولد؟ قريب بعيد؟ شوف هذه مسألة صعبة جدا. فإذا هو يبدو الحرص ابتداء، هو حرص من يعلم انه سيفقد، فكل ما اخرها احسن، مش هيك؟ وهو اصلا بطبيعته الانسان لما بيكبر ابنه بيكبر خلاص روح عف عني، اصلا لو راح يعني ايش راح؟ لو ضاع الكبير اللي عمره 20 و30 ايش يعني؟
مش هيك بدبر حاله. اه لكن صغير انتبهتوا وين ال اه فهو بيعرف انه موجود وكل الصورة بتبين لك انه كان بيعرف انه موجود بس وينه هذا؟ يعني الشوق، لاحظوا الشوق الشديد، الشوق الشديد. واخر صورة مطبوعة في الذهن ايش؟ صورته الصغير. قد ما يكبر شو بظل؟ الصورة الصغيرة. حتى الشوق لمعرفة لما بيكبر كيف هو الان شو احواله بصير اشد. شيك؟ طيب اذا لما جاء قال يا ابتي اني رايت، اذا محبه يعقوب هذه لا يمكن انها تخفى الان، يقدر يكتمها الا تظهر في ممارساته وسلوكه وتعامله مع يوسف باحترام شديد الى درجه. على فكره في المجتمعات البدويه قديما كان من الاحترام ويقدم في المجتمع دائما الكبير اللي بيقدر يدافع عن القبيله ويكسب رزقها وتفاصيل الكبير. هذول العصبة، هذول العصبة. العصبة يجب أن تقدم دائما في المجالس والمحاضر. إذا ما قدمتوش أنت وقدمت صغير عليه، ما عم تحتقره أمام الناس، شو يقولوا الناس؟ لذلك هم شو قالوا؟ لا يوسف وأخوه دائما كنه، لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن ونحن عصبة. يعني أصلا من ال من ال من الشباب ومن الأقوياء ومن إحنا. طب بمنظار البداوة شو يعني لما انت تقدم صغير على الكبير؟ انتم ملاحظين؟ اذن لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. هو حكمهم بانه ابوهم في ضلال مبين واضح بالنسبة لمقاييس، يعني مقاييس المجتمع. هم لو بيعرفوا الحقيقة بيكتشفوا لا مش ضلال مبين، لكن في ظاهر الأمر، في ظاهر الأمر ما بصير هالكلام. كيف يعني بتقدم الصغير انت على الكبار خصوصا في عرف البداوة؟ تمام، والناس عم بتلاحظ. ولا هم ليش محرجين؟ ليش محرجين؟ اذا محرجين وفق ايه؟ لانه وضحوا، هم قالوا في ضلال مبين، يعني بأحكام الناس هذا واضح فيه انه في ضلال. آه إذا ظاهر الأمور ضلال، لكن لو عرفوا الحقيقة يعني هما بيصيروا ممكن لو عرفوا الحقيقة. طيب على فكرة هو يعني معناته يعقوب عليه السلام ليش ما خلاهم يعرفوا الحقيقة من أول؟ ليش ما يعرفوا؟ شوفوا كون يعقوب يخفي سبحان الله أدت فيما بعد إلى القصة كلها. يعني لما أخفى هذولاك ما فهموش مزبوط اللي هم أخوة، حصل التآمر، حصل التآمر. لأنه لاحظوا اقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. إذن معناته إيش يخلو لكم وجه أبيكم؟ لأنهم هم شاعرين بحرج إنه أبوهم عم بيقرب بالصغير وبيبعدهم. هم مين اللي بينهم وبين أبوهم؟ وأصلا أبوهم محترم في المجتمع كله، فهم بيكتبوا احترامهم من وين؟ إذا كان المحترم والنبي مبعدكم ومقدم صغير انتم بتسووش. واضح؟ هو اصلا لو فيكم خير كان بيقدمكم، لانه حتى في نظرة المجتمع فعلا راح يكون هذا بمثل كبار. في حين لو كشفت القصة انكشفت خلاص مفهومة عند الكل، مفهومة هذا الرسول. ماشي؟ طب بالكم ليش ممكن يكون يعني يعقوب معني انه يخفي؟ ولاحظوا إخفاء يعقوب عليه السلام أدى فيما بعد القصة تستمر إلى النهاية. مين كان بده يسأل هنا؟ السلام يقول إنه فيش داعي للأسئلة عشان أفتص بأثر على التصوير. كيف بده يأثر؟ لا لا بيأثرش، بيأثرش إن شاء الله. إحنا محمود أبناء يعقوب كان يعملوا برسالة يعقوب إنه نبي. لما قالوا إنه لفي ضلال مبين، إن أبانا هذا في ضلال مبين. إذا لما بدهم يحكوا طبعا كان نبي هو، بس لما بده يحكم هو اصلا ليش يخلو لكم وجه ابيكم؟ هم بدهم يكونوا مقربين من ابوهم. يعني ابونا غلطان في الموضوع، غلط واضح بالنسبه لمقاييس مين؟ البدو. بشك انت بتقدم الكبير ليش؟ الصغير ليش على الكبير؟ طب ما هم احنا العصبه. تمام بالمفاهيم. لكن هو مش في غلطان، هو صح بس لو يعرف. طيب
لو كان ليش ممكن يكون يعقوب عليه السلام أخفى؟ لحظة، ليش ممكن يكون يعقوب عليه السلام أخفى؟ لحظة، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يعني مندري شو بيطلع منهم فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، بمعنى إنه هذه الحالة بتخلي الشيطان ممكن يدخلهم، يدخل لواحد منهم مدخل إذا عرفوا، إذا عرفوا لاحظوا أنه عرف أنه الرسول، وكذلك يجتبيك ربك. عرفنا لما قلنا أنه فسر الرؤيا، ليش؟ لأنه شو قال؟ فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إذن إذا خلص انتهى، واضح من الرؤيا أنه هي تفسيرها، من الرؤيا هي تفسيرها. طيب لاحظوا، هو لا لاحظ، يبدو أنه يعقوب ما هو يعلم أنه إذا كان هذا بده يكون الرسول من خلال الرؤيا، ما هو راح يكون رسول يعني ابن 40 مثلا، ابن 40 الآن نفرض عمره 15، معناته قديش قدامنا؟ كم سنة؟ 25 سنة. شو لزوم، لاحظوا، شو لزوم نقول لهم انه هذا الرسول في معنى 25 سنة جاي؟ انتبهوا الآن، شو لزوم نقول لهم؟ فإذا بده يوازن بين المصالح والمضار، هو بقول لك فيه ممكن يدخل منها مضرة، هاي انه مع انه بلزمش. لاحظوا لاحظوا ايش فايدة التأخير، تأخير اعلان انه هو رسول. اولا انت لما تنظر للولد الصغير عمره 10 عمره 8 مندريش، هو على كل غلام. لاحظوا انت الولد الصغير تصرفاته وشكله والتفاصيل هاي كلها تقنعكش انه هذا الرسول، تمام؟ يعني واقعه واحيانا كيف بتصرف، واحنا نتوقع يعني انه ورا مش رح يتصرف زي الاولاد. يعني مين قال ما يتصرف زي الاولاد؟ انتبهتوا كيف؟ اخوته حسب ما يقال انه اصغر شيء بنيامين، معناته الاكبر من يوسف كم واحد؟ الاكبر من يوسف كم واحد؟ 10. العشرة هدول قديش كان فرق بينهم؟ ممكن على فكرة في منهم 30، في منهم 25، في منهم 20، في منهم مش هيك؟ لأن هدول 10 أكبر منه، 10 أكبر منه، تمام؟ يعني في منهم ممكن متجوزي وإلهم أولاد، وإلهم أولاد. ولما قال وقت أهلكم أجمعين قديش كانوا؟ لاحظوا بقول لك يعقوب، طيب هو لما يصير لحظة، لما يصيروا يكبروا اللي فيهم مثلا بصير عمره 40، نفرض انه سن النبوة 40، لما بصير يبلغ الواحد 40 ويتجاوزها بدرك انه مش هو، لانهم 12 مالهم كلهم بتوقعوا انه يكون هو في استمرارية السلالة النبوة، وبالتالي هو المصطفى. مش هيك بحب ولا بحبش الواحد، خصوصا قضية الاصطفاء الرباني، الله اللي بده يصطفيك. بيجوز لك يعني وقتها انك تقول تتمنى؟ انا طبعا مش هيك، ممكن تفضل اخوك، ممكن تفضل اخوك على نفسك في امور كثيرة، مش هاي بس، مش هاي انه الله يختارني، تمام؟ لذلك لاحظوا خيبة الامل اللي راح تكون موجودة عند العشرة اللي اكبر منه، خيبة الامل انه طلع يوسف ابن الضرة، مش هيك؟ مش احنا، هاي واحد. لا، لكن لما تترك الامور للزمن شو اللي بصير؟ لاحظوا، بصير كل ما غادر واحد فيهم الاربعين بيكتشف انه مش هو، بتيجي الامور تلقائي، مش هو مش هو مش هو، وبكون يوسف ايش؟ كبر. لما كبر بتبدأ عليه علامات ايش؟ علامات، يعني ما هو بكون في تهيئته بايش؟ سلوكياته، شخصيته، تفاصيل، يعني ممكن يصيروا متوقعين انه هو. انتبهتوا؟ لما يصير عمره 20 مثلا ممكن يصير احترامات شديدة لهالشخص هذا ومحبة شديدة لهالشخص هذا
ومتوقعين انه هو اصلا اذا لو بده يكون واحد فينا فلان يعني بتصير المساله الزمن شو بتعمل؟ تهيئهم تهيئ غير لما الان شايفينه ولد تمام. وبعدين هم مش ناضجين الان ممكن يكون بعضهم فشو بطلع مع واحد فيهم لاحظ فيكيدوا لك كيدا منعرف كيف بتصرفوا ليش؟ لانهم ادركوا العشرة انه مش احنا اذا ليش ما نتركهم عبين ما يتهيئوا الزمان كفيل انه يفرض الامور ووقتها لما لاحظوها وقتها لما يتم اختياره انتهى الموضوع. طب احنا ليش لنعجل في اخبار اختياره؟ ليش ما نتركها لوقت اختياره؟ انتبهتوا؟ ليش ما نتركها لوقت اختياره؟ اذا منخبر فيها قبل ممكن يصير ايش كان بتيجي في حينها خلصنا اصلا بكونوا كلهم كبروا في السن وايش صار عمره 70 بجوز وخلصنا وايش عمره 60 وايش انتبهتوا كيف؟ وبكون هو فرض نفسه بشخصيته وانتهى واصلا الجميع مقر. ممكن يعني يكون هو المخبر خبر على اساس انه هو خايف على اولاده الاخرين هم خايف على 11 يعني على 10 الاكبر من يوسف انه ليش؟ لانه بيقول لك بيقول لك يا سيدي ان الشيطان يصير عدو مبين انه يدخلهم هو خايف على اولاده العشره كمان انه واحد فيهم كيد ليوسف لانه هو مطمئن على سلامه يوسف لا من خلال الرؤيه ما هو كيدا من ضمن كيدا عفوا انا لما اكيد لا يوسف اتسمح لي اخو يوسف لما اكيد لا يوسف معناها انا الشيطان لعب فيه معناها انا معناها هو بخاف ما عندوش يعني حتى انا ايوه صحيح انه يخسروا صحيح يكون يعني العقد الشيطان وبالتالي يدخل النار صحيح فبينهم باب خوف على اولاد الاخرين بس وحصل وكادوا له كيدا وادى الكيد هذا الى ابعاده من البلد وانه يفقد يوسف وهو طفل. طب ليش ما اذا كانوا لابد بده يكون رسول في مصر وهو عمره 30 بكون زكانه مش هيك؟ اما هو صغير فهم كايدوا له كيدا في النهايه مش هيك؟ واذا هو متوقع يعقوب الكيد متوقع الكيد اللي هو ماهوش قتل اصلا ولذلك لما اجوا قالوا اكلوا الذئب قال لهم مش صحيح قالوا له اكلوا الذئب قال مش صحيح تمام؟ إذا معناته خايف من كيد ثاني هو ممكن اللي هي وأعلم من الله ما لا تعلمون يعني ممكن الوحي قايل له أنت تفقده بس مش عارف متى إذا تمسك فيه لآخر إيش تمتع فيه لآخر إيش تمام؟ طيب الآن إذا لما جاء عرض الرؤية خلينا نتوقف هنا شوية في موضوع الرؤى الصادقة الرؤى الصادقة تعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قسم ما يراه الإنسان في النوم قسموا إلى همومك اليومية وانشغالاتك في النهار ترى في النوم في الليل مثلا إذا شو أنت مهتم وهذا ممكن يكون هو اختصاص علم النفس مرات يعني أنا شو عندي هموم ومشاغل في حياتي بتنعكس في مناماتي اللي هي الأحلام تمام أضغاث وأحلام اللي علاقة به وهذا من اختصاص علم النفس اللي يقعد أول واثنين من الشيطان مثل ما أنه الشيطان له قدرة على الوسوسة في الوعي له قدرة على الوسوسة في المنام في صورة أحلام ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال للشيطان لما وللملك لما مثل ما الشيطان يوسوس أو في المنام ممكن أحلام والملك أيضا يلهم والإلهام موجود والإلهام موجود في البشر ممكن الله يلهمك على فكرة في بعض المسائل أنت ما تدرك أنها إلهامات ملائكية تسيرك وأنت مش عارف تظنها أفكارك ولو راقب الإنسان حياته أحيانا وكيف تحصل معه احيانا بعض الامور اللي قد يظنها مصادفات وتكون الهامات انه لا ياما ناس انقذوا لمجرد انه طرأت له فكرة فتصرف بتصرف معين تمام. بروينا اخ كان يدرس في تركيا قال ركبت باص الباص هذا بده يمشي يعني مسافات طويلة جدا من بلد لبلد
قال ركبت في باص كنت وإذا كأنه ما أدري هو قال امرأة ولا رجل جاي عنده يعني كأنه مهتم كثير إنه يركب في هذا الباص. الشوفير قال له خلاص اكتمل العدد اكتمل العدد. قال لما شفت أنا إنه هذا الإنسان يعني مهتم إنه يبدو إنه صاحب حاجة قال فنزلت وقلت ما يعني نزلت وقلت بركب في الباص اللي بعده أنا مش مستعجل. مشي الباص يبدو ما هو هناك عندهم منظم الأمور كل مثلا ربع ساعة فرضا أو نص ساعة حسب وين بده يروح. فهو في الباص اللي بعده يفرضوا الفرق نص ساعة. قال ومشينا في الطريق وإذا الباص اللي أنا نزلت منه حادث هائل ومقتول كل من فيه. وصلنا في الباص وإذا الإسعاف والتفاصيل ونقل الجثث وهالمسائل هاي الباص اللي كنت فيه. طب هذه الفكرة الشهامة اللي أجت في ذهنه هل لمجرد منه ممكن تكون هو شهم ونزل؟ ممكن هو ألهم بأنه يكون شهم لأنه مش وقته له وظيفة لقدام. تمام؟ هذا شخص من الأخوة اللي في البلد هون حصلت معاه لما كان يدرس في تركيا. ففي مسائل في حياتك أنت ما تدري هي منك ولا إلهام ولا إلهام. والأمثلة بدناش الخوض كثير فيها. الآن نجي لموضوع الأحلام. إذن اهتماماتك أنت ما يمكن الشيطان أنه يدخل والرؤى الصادقة. لا احنا مش موضوعنا الان الكوابيس، احنا نتكلم عن الاحلام. اما والاحلام هذه بتصير طالما في اهتمامات. تلقي الطالب التوجيهي مشغول كثير ممكن طول الليل هو يحلم انه بيسرق الاسئله الى اخره. هذا وممكن يظل يحلم بالمعدلات جايب 90 وجايب 80 وجايب مشك والتفاصيل هاي كلها. لا لكن في الموضوع الكوابيس هذا موضوع ثاني ممكن يكون له حل. إنه حله فعلا بده علاج وقتها. الكابوس بيكون له أسباب، مرات أسباب تتعلق بالجانب الجسدي حتى أمور. هذا مش موضوعنا الآن. طيب لاحظوا الرؤى الصادقة هاي الثالثة اللي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وسماها المبشرات واللي اعتبرها جزء من 46 جزء من النبوة وكأنه نبوة صفات رفعت كلها وبقيت ايش الرؤية الصادقة. يعني الرؤية الصادقة كانت من 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 النبوة بقيت بعد النبوة في البشر الرؤية الصادقة. ويبدو لي انه الحكمة في الرؤية الصادقة ندقق الان هنا لانه لاحظوا انه سورة يوسف مليئة بالرؤى. عندنا رؤية يوسف عليه السلام، رؤية الملك، رؤية السجين الاول، رؤية السجين الثاني. ولاحظوا معي انه كل الرؤية الاولى الاساسية وين تتحققت؟ في الاخير. الرؤية الاساسية في بداية القصة، الرؤية تحققت وين؟ في نهاية القصة. العجيب انه كان في بينهن رؤى شو عملت؟ مهدت تحقق الرؤية الاولى. يعني رؤية المساجين في داخل السجن مهدت لايش؟ لاخراجه من السجن مشان يفسر رؤيا الملك. رؤيا الملك من اجل انه يوسف يرتقي في بحيث يكون رسول ويدعو من مركز الايش؟ السلطه. يدعو الناس من مركز السلطه. اذا عندنا الرؤيا الاساسيه وعندنا تحققها. ولاحظوا دور الرؤى المساجين زائد مين؟ الملك. كلها من أجل أنها تقود لآخر شيء اللي هو تفسير الرؤى. يعني الرؤى فسرت الرؤى، الرؤية الأولى في النهاية أو حققتها على أرض الواقع. قصدي حققتها على أرض الواقع.
طيب لاحظوا ايش اهمية الرؤى. ارى انه اهم شيء في الرؤى رؤى الصدقة ما يلي: اعقد قضية في العقل البشري وبقدرش يستوعبها الانسان، اللي هي كيف ان الله يعلم المستقبل. انتبهوا الان كيف بيعلم المستقبل بدون مقدمات. يعني بمعنى دققوا معي، انا وانت كل ما شكرا يا ابو محمد. انا وانت ممكن احيانا نحاول ان نتوقع المستقبل على ضوء مقدمات. بمعنى لاحظوا عندي الان صيف، سماء صافية، إمكانية توقع المطر بعيدة، وإذا إنسان توقع المطر فحصل عجيبة. طيب افرضوا الآن إنه السماء متلبدة بالغيوم وفي رياح شديدة، وجاء واحد قال أنا بتوقع اليوم تمطر، يعني هذا شيء مضحك لأن المقدمات قوية جدا إلى درجة إنه توقعك يعني إيش يعني، ما كل الناس متوقع، كل الناس متوقع. انتبهتوا؟ اذا احنا شو قدرتنا على توقع المستقبل؟ على فكرة على ضوء ما نحشد من مقدمات. قد ما بنحشد مقدمات، ولذلك ديروا بالكم اللي بده يتوقع دائما في المستقبل الامم يدرس حالة هذه الامة، كل ما عرف اكثر كل ما قدر يعني يتوقع بشكل افضل مستقبل هذه الامة وين رايحة، يعني صعود ولا هبوط. بالمناسبة أستاذ شو بتتوقع؟ لا ما أنا متوقع إنه كله تمام. كله تمام. الآن لاحظوا. يعني لما بتوقع الواحد أمور غيبية جائز يعني. بتوقع، ما هو مش معناته بتنبأ. كل ما كنت أنت دارس للواقع الآن وتعلم فيه أكثر كل ما كنت قادر على توقع المستقبل. توقع. ليش؟ بظل في هامش انك تخطئ. ليش؟ لانه احيانا يعني كيف الريح بتكون جارية في اتجاه ما بتشوفها الا غيرت شك. يعني مثلا بتعرفوا في احداث سبتمبر في واحد قفز من الطابق 80، تذكروها؟ من الطابق 80 وهو نازل، طبعا طول وانت شايفه وهو نازل، لو اجى واحد قال هذا بيموت بيسمي، وبعدين فعلا مات، هذا بيكون يعني بتوقع المستقبل بعلم الغيب؟ لا، انت تقول هذا بموتش، مش تقول هذا بموت. انتبهتوا كيف؟ كمان مرة المقدمات كلها بتقول بموت، انت تقول بموتش مشان نقول عجيب كيف قدر يعرف انه بموتش. فعلا عند الطابق 25 ما شوف او 40 ما شفنا الا فتح المظلة، اثريته كاين من عنده مظلة في المكتب لبسها ونط، فاللي قال بيموت ما ماتش، هذا الزلمة كاين ناطط متعمل مثلا، لا هو مات على كله. انتبهتوا؟ فانت قد ما يكون توقعك في مفاجآت، زي مفاجأة انه هذا كاين زلمة ايش من اللي بتدربوا على القفز من المظلة، وقفز من المظلة. إذن زي تماما الطبيب مرات أقدر من غيره على أنه يتوقع مستقبل المريض. ليش؟ على ضوء المقدمات. كل ما قويت المقدمات بصير عندك، وبالتالي اللي بده يتوقع المستقبل يدرس الحاضر الآن، ويدرس التاريخ برضه، لأنه التاريخ له قوانين، والتاريخ له قوانين، والقوانين تماما زي ما في قوانين في الطبيعة في قوانين في الاجتماع البشري، صعود الأمم وهبوطها، عوامل النهضة، عوامل الانحطاط. طيب منين جبت هاي جعلنا لكل شيء سببا؟ لا يكون قرآن بتحسبها هيك بقول. طيب لكن الشيء العقدة في العقل البشري
العقدة في العقل البشري، كيف الله بيعلم المستقبل بدون مقدمات؟ يعني من هون لألف سنة مين بنولد ومين بقتل مين ومين ومين؟ كيف من هون لألف سنة ما فيش مقدمات؟ ما فيش مقدمات، كيف بيعلم المستقبل؟ واحد بيقول لي مرة، بيقول لي كنت أحلم بالليل أكثر من مرة ثلاثة أولاد بيلعبوا في حديقة، قال من كثر ما شفتهم تذكرت أشكالهم، يعني أولاد يعني بسن معين وبيلعبوا في الحديقة، تمام؟ قال لما المهم مضت الأيام وتزوج وأجا أولاد والأخير، هذول هم الأولاد اللي كنت أشوفهم. انتبهت وين؟ طيب الآن لاحظوا هذا كيف 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 يعني ممكن؟ لاحظوا بالنسبة للخالق بيعلم المستقبل، وبالتالي مسألة القضاء والقدر، ما احنا بنعرف انه القضاء هو علم الله السابق بحصول الأشياء قبل حصولها، والقدر حصول الأشياء وفق العلم السابق، او طبعا بهمناش انه قبل الثاني، في ناس بيقولوا القدر هو العلم والقضاء هو الحدوث او العكس، مش مسألة من ناحية لغة مسألة بتصفي، أما هو الأصل إنه في علم سابق ووجود لاحق، في علم سابق ووجود لاحق، هذا عقدة في العقل البشري وعند الفلاسفة. إيش يعني إنه في قدر؟ يعني في علم مسبق ومحدد قبل الحصول، هذه عقدة ممكن تؤدي إلى كفر البشر. فرحمة بالناس مؤمنين وغيرهم، رحمة بالمؤمن وحجة على غير المؤمن، انه انتو يا بشر غير قادرين على تصور مسألة ان الله يعلم المستقبل بدون المقدمات، لانه انتو بتعلموا ممكن تعلموا بمقدمات، لكن كيف بدون مقدمات بيعلم هو سبحانه؟ هذه قضية لا يمكن تصورها في العقل البشري. طيب ما دام بتقدروش والعقل لا يطيقها ولا له تفسير إلها، بدنا نجعلكم انتو يا بشر تروا المستقبل قبل حصوله، مشان تعرفوا انه في علم مستقبلي، مشان تعرفوا انه في علم مستقبلي. طيب لاحظوا، كنت وانا بدرس الطلبة احيانا ونتعرض لهذه المسألة، واستخدمت هذا السؤال أكثر من مرة، مش مرتين وعشرة في شعب، أجي أقول لهم مين فيكم لما نحكي في الرؤية الصادقة اللي هو يمكن نرى، مع فكرة مش دائما الرؤية بدها تفسير، أحيانا تأتي كما هي، يعني هو بيشوف بيكون شاف الحدث بالضبط، بقول لهم مين فيكم لأول مرة بسمع إنه في رؤية صادقة، يعني إنه ممكن يرى الإنسان ثم يكتشف أنها تحققت. كنت ألاحظ دائما أنه 100% من الطلاب بيعلموا بالقصة، بيعلموا أنه في رؤى صادقة 100%، مش 99. إذا ما حصلتش معه، حصلت مع جارهم، حصلت مع ما ما أو بسمع فيها. بالكم لو رحنا على أمريكا وسألنا الطلاب الأمريكان بيعرفوش؟ بيعرفوا. طب والصينيين بيعرفوا، واليابانيين بيعرفوا الرؤى، يعني الناس معايشة هذه المسألة وبتعرفها، مش بالضرورة يصير معي أنا بس، مع 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 خالتي، مع عمتي، مع جارنا، مع صديقي، مع مع مع. إذن يكاد يكون 100% من البشر بتعلم إنه في رؤى صادقة، هاي واحد، بلاش 100%، خليني أقول لنفرض 90% من البشر بيعلموا انه في رؤى صادقة. ايش قصدت من هذا الكلام؟ ايش قصدت؟ اولا بدنا نرد على من يزعم، وخصوصا الماديين، لانه اكثر شيء بيحرج الماديين الرؤى الصادقة، لما يتفضلوا يفسروا لي اياها. طب فرويد بفسر لكم الاحلام اللي هي انشغالاتي انا، خلصنا من الاحلام هاي، لكن الرؤى الصادقة ايش علاقة فرويد فيها وغيره؟ لانه اصلا الرؤى الصادقة احيانا انا برى شيء ماليش علاقه فيه، برى شيء بده يحصل مع الناس مش معي، تمام؟ لاحظوا، اذا المادي والملاحده بيحرجوا من هذه القضيه، ليش؟
فسروا كيف يعني ما هم مش إلا يقولوا زي ما هم معتادين صدفة، مش بدهم يقولوا صدفة إيش يعني؟ هذا دائما على فكرة تفسيرهم لأي شيء كنقلك صدفة خلاص، هو بهذا الشكل وكأنه عفى نفسه من الإجابة صدفة. طيب اللي بيمنع الصدفة أمور ثلاث. أولا هل هي ظاهرة عامة في المجتمعات؟ نعم، والصدفة بتكونش ظاهرة عامة، الصدفة دائما بحطوها تحت باب صدق أو لا تصدق، مش هيك؟ لكن كوني أنا في كل مجتمع أجد الناس بتعرف الرؤية الصادقة معناته إيش هالكلام؟ أولا هذا شيء شائع في المجتمعات البشرية مؤمنها وكافرها، انتبهت يا أبو محمد؟ مؤمنها وكافرها شائع، بتكون بالنسبة للمؤمن حجة وبالنسبة للكافر حجة، وبالنسبة للمؤمن برضو إيش؟ مبشرات حجة على الكافر. تفضل فسر لي، بدي أقول صدفة، طب فهمني كيف صدفة وهي شائعة في المجتمعات البشرية مؤمنها وكافرها؟ هاي واحد. اثنين، احيانا تكون الرؤية عناصرها عناصر الرؤية معقدة بحيث احتمال الصدفة مش وارد، كيف اللي بيقولنا اللي شاف ولادته الثلاث بيلعبوا في ولادته الثلاث فلان وفلان وفلان، تمام، وهناك رؤى يعني جيد اني اذكر لكم هيك على وجه السرعة، رؤية لشخص اسلم امريكي هو مع دكتوراه في الرياضيات، له كتاب اسمه الصراع من اجل الايمان وله كتب ثانيه، جيفري لانج هذا الان في امريكا موجود، هو دكتور في جامعه من الجامعات، الف كما قلنا يبدو اول كتاب الفه الصراع من اجل الايمان. هذا الرجل في بدايه الكتاب بيقول انه رؤيا بقيت تطارده 10 سنوات، رؤيا تطارده 10 سنوات. شو يعني 10 سنوات؟ مش معناته كل يوم عم بشوف، عم بتطارده بين فترة والثانية بيرى الرؤيا نفسها. قال والاعجب من هذا انه في ناس اصدقاء او اقرباء رأوا الرؤيا نفسها الي، يعني اللي انا برا هم شافوه. طب ايش شفت يا جيفري؟ بقول اللي هي تكررت معه 10 سنين، بقول رأيت نفسي في غرفة، الغرفة لها باب إلها شباك بيأتي منه الضوء، وببدأ يوصف الغرفة وإيش مفروشة بتفاصيل صفحات، وهو يصف الغرفة. بعدين بيقول أنا موجود مع ناس صفين صفوف، أنا موجود في الصف 1 2 3 في الصف الثالث، بيجي شخص لابس لباس غريب وبقعد يوصف لباسه وبما في على راسه شو لابسه الألوان، لأنها تكررت معاه 10 سنين والألوان. ثم يأتي هذا الرجل ويقف أمام الصفوف، ثم يبدأ هذا الرجل يتحرك، نبدأ نتحرك بحركته. المهم بقيت 10 سنين، إذن صارت مطبوعة ولافت انتباهه، وبعض أقاربه أو أصدقائه رأى الرؤية نفسها إنه شفناك في غرفة و... تمام. ومضت الأيام، هو بيدرس الآن في الجامعة رياضيات، والآن داعية، هو والآن في أمريكا داعية، تعرف على طلاب مسلمين من طلبته، تعرفه، صار الحوار شوي 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 شوي، الزلمة أسلم الآن، بده يصلي أول صلاة له، علمه كيف بده يصلي أول صلاة له. قال الجامعة مفردة للطلاب المسلمين غرفة للصلاة، فرحت مشان أصلي أول صلاة، دخلت الغرفة وهو مش منتبه، الآن دخل الغرفة وهو مش منتبه، أجا وقت الصلاة، أجت صف الصفوف، أجا الإمام وقف وبدأت الصلاة وبدأت الحركة، فجأة تذكر هاي انا في الصف الثالث، هاي الامام اللي لابس كذا كذا كذا، هاي الشباك اللي بيدخل منه هاي الباب هاي. قال واذا بها الرؤيا اللي طاردتني 10 سنين هي اول صلاة لي بصليها.
هو بذكر الرؤية في بداية كتابه الصراع من أجل الإيمان، موجود الكتاب في الإنجليزي وفي العربي مترجم. لاحظوا بذكره في البداية وبذكره في النهاية. ليش بذكره في النهاية؟ هو لاحظوا أنه هو مش أسلم نتيجة الرؤية، هو اكتشف الرؤية تأويلها بعد ما أسلم. هذا بيعني أنه في رعاية ربانية لهذا الشخص اللي بده يسلم بعد ما يسلم مش قبل. يعني ممكن الناس بالعكس يكون الرؤية سبب إسلامه، لكن هذا لا. هذا إيش فائدة الرؤية؟ بتعرفوا هذا لما الإنسان بده ينسلخ من دينه لدين جديد، وحوله أمه وأبه وزوجه وأولاده وأخ وأصدقاء وتفاصيل، هذا مش سهل الإنسلاخ. بدهم يبدوا يوسوسوله، والإسلام بيتجوز أربعة، وهم عم بيتجوزوا ألف، هم الإسلام بيتجوز أربعة وكذا 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 وكذا. طيب فكل ما كان يصيبوا نوع من البلبلة، شو يقول لنفسه؟ طب والحلم الرؤية يعني، فالحلم شو كان يعمل له؟ يدعمه. طب يعني بالنسبة لي خلاص، من أنا من 10 سنين شايف نفسي مسلم، انتهى الموضوع. فهو إذا رعاية ربانية له، بحيث لما بيسلم بيكون هذا اللي بيدعم إيمانه. ولذلك ذكره هو بالتفصيل في بداية الكتاب، ومشير لهذه القضية تدعيم إيمانه بالرؤية في آخر الكتاب، والأمثلة كثيرة. إذن أول قضية اللي بتدل على أنه مش ممكن صدفة، وقلنا هذه الرؤى الصادقة أصلا محرجة للملاحدة، لأنهم راح يقولوا صدفة وانتهى الموضوع، أنه طيب كيف صدفة وهي شائعة في الشعوب كلها؟ الشعوب كلها بتعرف الرؤية، والصدفة دائما بتكون تحت باب إيش؟ صدق أو لا تصدق. اثنين، هذه الرؤية اللي أنا ضربتها مثال وأمثلتها كثير إلها عناصر، 1 2 3 4، هاي الصفوف، هاي الغرفة، هاي الكذا، هاي الإمام اللي لابس على رأسه ألوان كذا، لابس اللباس الغريب اللي بيعرفوش هو أصلا كاين هاللباس، التفاصيل. طب هذه تفاصيل، كيف يصدف؟ كيف تصدف التفاصيل؟ أنا أذكر أنا كنت يوم أدرس في كلية بنات، فبقول لهم مين فيكم على أساس بدي أعطي مثال من اللي جالسين بصير أقوى بدون سابق انذار، مين فيكم بيعطينا مثال على رؤية؟ تنتين بنتين جلسات بجنب بعضهم بقول أنا أستاذ، جلسات بجنب بعض. طب تفضلي. وإذا بين ليش التنتين قالوا أنا أستاذ؟ لأنه كائنات في التوجيه مع بعضهم في التوجيه السنة اللي مضت، يعني بالنسبة ل كائنات مع بعض في الصف نفسه في المدرسة نفسها، ونجحوا وأجوا دخلوا مع بعض صديقات، دخلوا في نفس التخصص، في التخصص نفسه، تمام؟ يعني ما لحقوش البنتين يتفقوا على الكذب. أنا عم بسأل مباشرة، أنا أستاذ، يعني يبدو في رؤية هم بالنسبة لهم بارزة تمام. تفضل. طبعا صديقة وافقت طواله، يعني كما قلنا انه ما فيش سابق تواطؤ بينهم، لان انا طرحت السؤال تمام وفيش سابق تواطؤ بينهم. والقصة اللي ذكروها البنات احنا اصلا نعرفها هون في البلد في رام الله، نعرف الحدث يعني اللي قالوا عنه. قال دخلت علينا معلمة، ما أدري هي معلمة الإنجليزي ولا العربي، دخلت علينا معلمة، خلينا نقول الإنجليزي. قالوا هي بتدرس ولا بتقول يا بنات؟ أنا شفت معلمة العربي راكبة في فورد، سيارة فورد، وصاير معها صدام وخارج رأسها من القزاز، رأسها من نتيجة الصدام اللي صاير في السيارة طالع رأس، يعني ميتة. طب المدرسة فيه أكثر من 20 معلمة، إيش معنى المعلمة الفلانية؟ عم بتقول يا بنات، المعلمة الإنجليزي بتقولهم يا بنات أنا شفت. طبعا هي مش حكيمة، ليش أنت تحكي طيب للبنات طالما القضية حادث بدوس أنتوا شايفتي مع المعلمة العربي؟ طب لو سمعت معلمة العربي بدها تضلها خايفة، لا إيش تحكي أنت أصلا؟
ما هو مش هيك علمتنا السنة. تمام؟ المهم لاحظوا الآن اللي صار شريك في في في, في الرؤية عدة جهات، مش بس البنتين اللي كانوا في الصف نفسه، وكل اللي كانوا في الصف لما حكت لمعلمة الإنجليزي، وكل اللي لما روحوا البنات حكوا لأهليهم اللي حكى، هذا صار شريك. لأنه ثاني يوم فعلا، والقصة معروفة في البلد هنا، صار حادث في صدام، وكانت المعلمة في المدرسة هاي راكبة في الفرد، وصار صدام، وفعلا يعني لما صار صدام طلع رأسها من الزجاج وماتت المعلمة، معروفة القصة. المعلمة هاي من بين 20 معلمة، وسيارة فورد، وصدام، ويخرج رأسها من هذا حج، هذا حج. لاحظوا العناصر، عناصر ايش احتمال الصدفة، في عناصر معقدة. واحد امريكي على فكرة كان ملحد، بعد ما صارت معه قصة في رؤيا قلب الرجل، غير وبدل. يعني هو القصة كالتالي، من ملاحدة الكبار في امريكا يبدو، الرجل رأى الرؤية التالية، انه هو وصاحب اله بعينه، شوف هاي اول عنصر، هو وصاحب اله بعينه ماشي بكذروا مع بعض بالقرب من الجسر اللي فوق النهر اللي بمر من فوقه القطار، سكة قطار في الرؤية، واذا بالقطار بيأتي، لما بوصل تقريبا الجسر بنحرف وبنزل، وين بنزل؟ في الماء. واذا بالرؤية هو بيعرف انه اللي انقتلوا 300 وإشي، ناسي انا العدد، بس خلينا ناخد انه 320، بس هو هيك قريب من هيك. واذا بدخل في ذهنه انه انقتل في الرؤية 330 320. المهم لاحظوا، بعد سنة ماشي هو والصديق نفسه بالقرب من هذا النهر، وإذا بالقطار بيجي، لما بوصل قريب الجسر بنحرف بيوقع في النهر. لما شاف هذا قال لصديقه 330، قال ثاني يوم الصحف مقتل 330. هذا عناصر معقدة، ولذلك الرجل غير وبدل. قال طيب شو تفسير هذا؟ ايش تفسير هذا؟ اولا ظاهرة عامة في الشعوب، عناصر معقدة في عناصر الرؤية. والامر الثالث اللي بأكد انه ما في مجال للصدفة، انه بتجدوا انسان بقول انا طول عمري ما رأيت رؤية، طيب، وفلان مشهور في المجتمع اللي حوله انه يرى كثير، الحجة الفلانية كل شهر وهي شايفة، كل أسبوع، كل كم يوم، واحد طول عمره ما راش رؤية واحدة، وفلان بيرى، معناته انتهى الموضوع الصدفة. يعني هي بتصدف عند فلان، وفي كل مجتمع في ناس زي هيك على فكرة، في كل مجتمع في ناس زي بيشوف أكثر من غيره، بيشوف أكثر من غيره، وناس بيقول لك أنا اللي صارت معي مرة كذا. إذن ما ظلش في مجال للقول بأنه صدفة. وبالتالي يا بشر يلي أنتم بتعجزوا عن إدراك العلم الإلهي الكاشف، كيف بيكشف المستقبل؟ ما هذا عجز فينا نحن. كيف العلم الإلهي المطلق يكشف المستقبل بدون مقدمات؟ لأنك أنت علمك بالمقدمات ما بتقدرش تتصور. طب لأنك ما بتقدر تتصور، بدي أخليك الآن أنتوا يا بشر تروا المستقبل. فهذا جيفري لانج شاف مستقبله بعد 10 سنين، الامريكي اللي قلت عنه الملحد هذا شاف المستقبل بعد سنة، المعلمة هاي شافت المستقبل اللي بيصير بكرة. بتفاجئ واحد بيقول لي، بيروي لي، والقصص كثيرة، بيقول لي انا واقف بشتغل على في محجر بقص حجار، قال وانا بشتغل على المنشار بلتفت على الشارع الرئيسي، واذا في ونش بيحمل سيارة يعني مصطدمة. قال طلعت وسيارة اخوي. قال وانا في الحلم في الرؤية يعني اخوي بخير،
قال بعد أسبوع واقف الوقفة نفسها على المنشار، فجأة بطلع على الشارع وإذا وينش نفسه بيحمل سيارة أخوي، صادمة على طول قفز لذهني إنه أخوي بخير. قال على لما رحت على البيت وإذا به مخدوش خدوش بسيطة. طيب كيف تقنع هدول الناس إنه هو لم يرى المستقبل؟ طب كانت عنده صورة، لو طلبت منه يرسمها وكان رسام، كان رسم لك إياها الونش وهو بيحمل السيارة بشكل، وكان شفتها أنت بعد أسبوع. تمام؟ كيف بيحصل هذا؟ هذا أكبر حجة من الحجج، حجج على فكرة على قضية وجود العلم الإلهي اللي ممكن ينزل للملائكة والملائكة توحي لك فيه، وحكمة الرب في إنه إيش حتى المؤمن يطمئن لأنه عقله ما يطيق، وحتى الكافر والملحد يكون هذا حجة عليه. تفضل فسر، تفضل فسر. ما يقدر يفسر إلا بالصدفة. أني صدفة اللي القصص فيها لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. أنا صارت معي قصة، قصص كثير بهمش. واللطيف فيه في بدي أروي قصتين بهمش للتركيز على الرؤية الصادقة هون. قصتين، قصة منهن إحنا كملنا الرؤية مشان تزبط يعني. تمام؟ القصة الأولى، كنا مسجونين في النقب، والنقب هناك خيم، والقسم اللي كنت فيه أنا الخيم كان فيه تقريبا 90 شخص، 90 شخص. مضت مدة من يعني ما فيش حركة في السجن، يعني لا حدا جاي ولا حدا رايح. يوم ولا واحد من الجبهة الشعبية بقول على قضية الرؤى مين بكون، بقول لي الليلة حلمت. قلت له ايش حلمت؟ قال حلمت اني انا واقف عند المي بغسل في الساحة، واذا بجندي اسرائيلي جايب ورقة وجاي وقف على الباب، باب المعسكر نقول، وبدأ ينقل الشاويش العربي، ما هو المساجين بيكونوا مختارين شاويش منهم اللي يحكي مع الإدارة الإسرائيلية، هو حلقة الوصل. قال وجاء الجندي وصار ينقل وصار ذاك يكتب. قال أنا على المي، فبسأله للشاويش بقول له طلع اسمي؟ قال له طلع اسمي. طلع اسمك؟ قال له بسام. قال له بسام. تمام؟ ما فيش أي مقدمات للإفراج لا عني ولا عنه، يعني أنا كانوا اليهود مثبتيني وقتها 6 شهور إداري ومثبتينه هو كمان. تمام؟ يعني مش في طيب، يعني فيش أي مقدمات للموضوع، فيش أي مقدمات للموضوع. قلنا له شوف، شوفوا الآن النكتة هنا. قلنا له شوف، أنت بكرة إذا شفت جاي من بعيد شرطي وحامل ورقة بتروح بتوقف عند المي بصير تغسل. طيب بصير تغسل. قلنا له الشاويش العربي، قلنا له اسمع، اذا شفنا جندي واجا بدك بده ينقلك شيء بهي وهي بكون الرجل يغسل، فبعد ما تخلص انت بسألك طلع اسمي وبعدين بسألك بسام. طيب قولوا الساعة 10:10:30 زي هيك الصبح، واذا هالجندي من بعيد جاي من الورقة. يا شاويش يا جندي. يا فلان روح على الماي. روح على الماي. فعلا راح وقف في الماي ويغسل زي ما كان. اجى الجندي وقف وصار ينقله، ما طولش في التنقيل. اجى سأله طلع اسمي؟ قال له طلع. قال له بسام؟ قال له بسام. في الباص بس انا وياه، في الباص افراج انا وياه بس، فيش غيرنا في الباص. طيب ممتاز. طب احنا مثلنا جزء منها، احنا مثلنا جزء من الرؤيا مليح، بس النتيجة يعني شو يعني؟ الجندي هو جايب الاسمين موجودات، يعني مثلنا ولا ما مثلنا؟ واضح. طيب المهم الرؤيا الثانية بتشبهها،
كيف؟ برضو طبقناها. برا في الليل برضو كنت في السجن الثاني غيرها في النقب. ماشي كنت في النقب في حادثة ثانية. في الليل برا انه اني طالع من المقبرة، ودير بالكم المقبرة يعني سجن في الغرب، طالع من المقبرة، ما هو بتعرف في المقبرة الآن في نزل هيك بعدين في الأخير دارنا، وإنه أنا بمجرد ما طلعت على المقبرة من المقبرة وبدي أمشي في اتجاه البيت، وإذا في رجل مخابرات عن يميني رجل مخابرات إسرائيلي عن يساري وماشيين، قالوا لي خلاص كل شيء تمام الآن المخابرات هدول. طيب هذا مش في الواقع في الحلم. المهم لما نزلنا لعد ما وصلت باب الدار أجوا هم جلسوا على سور مقابل الدار أو يعني بشكل، وأنا دخلت قلت طيب أنضيفهم هذول، فدخلت ووضعت بعض الفواكه في شيء وعارف بالضبط إيش الفواكه وعددها، وطلعت بدي أضيفهم إذا بهم مختفيين، وإذا بجارتنا العجوز واقفة باب البيت خارج السور على الشارع واقفة. فالمهم بطلع على يساري هيك وإذا في قطوف عنب لونه أسود، فقربت من القطف ومسكته وقلت ما أجمل هالقطف العنب. المهم المسألة طويلة لأني وقت عملت دراسة لموضوع اللي إيش وضعت، بس بدي أختصر لكم الموضوع شوي. المهم وإذا ثاني يوم الصبح بقولوا استئناف، إيش استئناف؟ قال يعني بيستأنفوا اليهود، قال يعني الحكم بيستأنفوا الحكم، قال ضحك على الحق. المهم فجمعونا 12 واحد في غرفة مشان ندخل على القاضي، المحامي عمل نوع من المساومة مع المدعي العام، فالمدعي العام قال له اسمع ستة هذول هذول مننزل لهم، هذا مننزل له أسبوعين، هذا مننزل له ثلاث، هذا كذا الأخيري، أما ستة هذول مش ممكن، وانا من انو ستة؟ من الستة اللي مش ممكن. ونسيت اقولكم انه ابرز شيء كان في الرؤيا رجل عسكري بيقول مين بسام فلان مين بسام كذا، اللي هو انا يعني، فبقول له انا، فبعمل بهذا الشكل زي ما انا قاعد بالضبط، زي ما انا قاعد بالضبط، بتطلع 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 بيطول ويطلع فيه ينظر، بعدين في الأخير بيقول ماشي يعني تمام. لما قال الستة هدول مش ممكن ننزلهم شيء، بدو يدخلون على القاضي. دخلت أنا، لما دخلت على القاضي وإذا به لابس عسكري لابس عسكري. المهم تم الحكي، انسوا شو حكينا وقتها. لأول مرة يعني كانوا دائما في السجنات لما يسجنهم أنا بأخذوني كانوا على الكلام وخلاص ضبوا هالزلمة وخلاص الموضوع. المهم هالمرة الوحيدة، لأنه يعني كان دائما في الاستئناف ثبتوا، في الاستئناف ثبتوا يعني مرفوض الاستئناف، هالمرة وإذا القاضي هذا اللابس عسكري بيقول أنا متبلبل أنا متبلبل. ليش؟ لأنه هو عنده بكون ملف سري قايلين له هذا صفته كذا كذا كذا. فأنا وقتها يعني ماني عارف إنه كلامه، قلت له اسمع إذا كاتبين لك في الملف كذا 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 صح صح صح، وإذا كاتبين لك كذا كذابين، كأنه طلع كذا والله زي ما قال صح. قال أنا متبلبل. أخر القرار 15 يوم، شوف هاي النظرة الطويلة، كان دائما القرار قديش؟ يعني بعد 10 دقائق يعني على الفور، هون 15 يوم أخر القرار، وإذا أكثر واحد بينزل له مين؟ أنا، ومش بس بينزل لي وبينزل بحيث بيجي في وقت ما بطلع العنب، مش قلت لكم في كك. المهم لما طلعنا تفاصيل طويلة بديش يعني أطول عليكم، بس بدي أقول هالمسألة هاي. ففي اثنين أخوة لما طلعت أجوني على الظاهرية على أساس ينقلوني في السيارة لرام الله، لما ركبت معهم قلت لهم اسمعوا لما نوصل باب الدار المرأة جارتنا العجوز بتكون واقفة في الشارع
من أول ما وصلنا الدار وطلعنا طلع هيك وإذا المرأة العجوز واقفة في الشارع. نزلت من السيارة وفتت طلعت على يميني وإذا فعلا طالع العنب الأسود. قربت وكملت مشان يزبط الباقي ومسكت مشان أكمل الرؤية. مسكت العنب هيك وقلت ما أجمل هالقطف. ليش؟ لأنه في تفاصيل تانية في الرؤية قلت بلكي يعني زبطت كلها. المهم أمثلة كثيرة يضربوها الناس وتصير معك وبتصير مع غيرك وتفاصيل مش ممكن تكون صدف. لا ما لهاش علاقة بصلاح ولا بفساد. هذه حجة الله على خلقه أصلا. ما لها علاقة بصلاح ولا بفساد. ولكن كما ورد في الحديث انه في اخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن انها يعني تخطئ. هذا موضوع تاني. اما هو القرآن لما عرض هون عرض رؤيا يوسف عليه السلام والملك اللي ما كانش مؤمن والمساجين اللي مش مؤمنين يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار الى اخره. فبالتالي اذا هذه بالنسبة للرؤى الصادقة هي من أكبر الآن المشاكل اللي ممكن تواجه الملاحدة. يفسروها. وطالما بتعجز عن إدراك كيف ممكن بيعلم الله المستقبل، اعلم أنه بيعلم لأنه خليناك تعلم. أنت تعلم، علمت ولا ما أنت؟ بمعنى آخر أنت ما شفت الصورة قبل ما تتصور في الواقع؟ شفناها يعني كان الواقع له صورة ولا كيف شفتها أنا؟ كان الواقع قبل وجوده له صورة، كيف شفتها أنا؟ الصورة هاي بكل تفاصيلها، كيف شفت الصورة بكل تفاصيلها؟ إذا موجود هذا العلم، والعلم هذا حتى منزل لمستوى الملائكة اللي تتصل فيك وللشيطان لما والملك لما، تمام؟ وتبقى لها أسرار. تجاوزنا يبدو اليوم طيب احنا المرة القادمة ان شاء الله نتعرض لتفاصيل في قصة يوسف. اليوم بكفي. طبعا هو احنا القصد انه شوية ناخذ فكرة كيف ممكن نتعامل مع النص القرآني والأسرار اللي بتكون موجودة احيانا في العبارات قد لا ننتبه. طيب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يعطيكم العافية.